عندنا الفقر، المشكله ديالي ديال الارض. الارض خداوها لينا، تمريات الوطارات خداوهم ليا، راجلي مات توفى، خداو ليا البلاد في 2005 شهر 12 26 في شهر 12 مات، وكنت خدامة عليه، كان مريض 17 عام هو مريض، وانا خدامة عليه تنداويه، بعت القصبر، بعت النعناع، بعت البلوط، ما خليت ما بعت، وتنجيب له الدواء باش نداويه، 17 عام هو مريض. نعست معاه في طبيب الغابه، نعست معاه في كنينيك، ما خليت فين جريت به، وبقيت نعاني معاه حتى مشى عند ربي. مش عاد ربي خلاني لهاد البليده باش نعيشوا بها، نتقوتوا منها، نداووا منها، حنا مراد ايانا هنا، وهاد المراه عميه خداوها لينا دوار، حنا ولاد داود، هذا النائب ولاد داود خدا لينا هاد البليده هو والجماعه ديالو، ما بيني وبينو حتى حاجه، على الخير والاحسان. قال كلتهم العيالات ما تديوش، تديوش البلاد، خدا علينا ظلما. هذا الراجل هو اللي خدام علينا، عب الفليحة، عايشين عب الفليحة، ما عايشين حتى بحاجة، عالفليحة الفليحة اللي عايشين بها، تيجي من هذاك الزريعة باش نتقوتوا، باش اللي مرات تداوى، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. حدهم طيوبة ومات والله يرحمه، وخلاني وليدي، خلالي الأرض، الأرض خذوها لي الجماعة ديال ولاد داود، نائب ولاد داود خذا لي البلاد، وأنا مريضة بعينية ومريضة بصحتي، تنداوى بديك البليدة فكها لينا وخلانا نداواو منها وناكلو منها، فكها لينا وخلاونا فين غنمشيو، قالك صيرو دبرو روسكم، إيوا فين غنمشيو يالله، إيوا راه سيدي راه الظلم هذا راه مشي مسلم عندنا مرة، مشي مسلم. حنان النصيري عضو اللجنه الاداريه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، توصلنا مجموعه ديال الشكايات من النساء ديال هذه المنطقه هذه، توصل بهم المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ولهذا من بعد الشكايات المتكرره والكثيره كما قلت اضطرينا اننا ننزلوا لهذه المنطقه هذه باش نستمعوا لهم، وبحضور ديال وسائل ديال الاعلام، على اساس انه هذا الموضوع هذا يتعطى له يتولي قضيه ديال راي عام، كيفاش هاد النساء ديال هاد المنطقه هذه ما كيورثوش. دونك السؤال هو هذا، علاش هاد النساء كيتحرموا من الارث؟ ما كاين لا قانون ولا حتى شي حاجه كتنص تنص على هذا الشيء، كل ما في الامر هو النايب او لا عرف عندهم انهم النساء ما يستافدوش. دونك عندنا حالات انسانيه وحالات اجتماعيه، انتم عينتوهم استمعتوا لهم، كاين حالات اخرين، كاين مجموعه ديال الملفات اللي ما غاديش نقدروا كاملين ندوزوهم، ولكن حنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان كاملين غنتناولوهم، هو الحل ديال ملف واحد وغادي تحل الملف كامل. ما عندهمش غير هاد الملف هذا، ما كاينش غير ملف ديال النساء، كاين مجموعه ديال الملفات اللي هي كاين مجموعه ديال الخروقات اللي كتعاني من هذه المنطقه هذه، واللي مفروض على ان الجهات المعنيه ولا السلطات المعنيه في المنطقه وحتى في الاقليم ولا على المستوى الوطني، اللي مفروض على انها تحمي الحقوق ديال هاد الناس هادو، ما هادشي هذا ما كاينش. دونك حنا كجمعيه غنشتغلوا على هذا الملف هذا، لان خصنا نرجعوا لهاد النساء هادو الحقوق ديالهم، وخصنا نفضحوا الخروقات اللي كاينه، كيف ما كتشوف باللي ربما راكم شفتوا السكن ديالهم كي داير. دونك نهار اللي نهار قرروا انه يبنيو سكن نسبيا، ما غنقولوش لائق، وانما مهم نسبيا بحالهم بحال الناس، تمنعوا على حسب التصريحات ديالهم، هما كيتمنعوا من طرف النايب النيت ديال الجماعه. السؤال المطروح هنا، شكون بغى يكون هذا النايب؟ علاش كيدير هاد الممارسات كامله؟ واش ما كاين قيد؟ واش ما كاين عمل؟ واش ما كاين درك ملكي؟ واش ما كاين حتى شي مسؤول اللي مفروض على انه يسهر على حمايه ديال المواطنين ويجيب لهم الحقوق ديالهم؟ كيسكتوا على هذه الممارسات هذه ديال هذا النايب وديال الاعيان ديال المنطقه، لان على حسب ما بان ليا باللي هذه الممارسات كدار هي بمباركه ديال الاعيان ديال المنطقه. دونك بالنسبه لي كيف قلت باللي هذا الشيء هذا خصنا نشتغلوا عليه، صحيح ملف شائك ولكن او غياخذنا جهد وهذا، ولكن غادي نشتغلوا عليه اكيد، وغنحاولوا نلقاو لهم حل، وكنتمناو اننا نرجعوا لهم الحقوق ديالهم كامله. هذا الشيء هذا اللي كاين.